بس احنا بعدنا بارض المحل طالع انفجار، وبعد يعني الاطقم الاسعافات عم تشتغل يعني جوا. نعم. هل هناك شكل لبناني فرق هل اللي خلص الدراسة بين زي البعض بتطلب؟ لازم في معلومات انه في سيارة ثانية. نعم. هل هناك معلومات عن عدد المصابين، عن عدد الجرحى، عن عدد الضحايا؟ لحد هلا ما في حدا، لحد هلا ما في عنا، ما في حدا. نعم. لحد هلا ما في عنا حدا بالمرة. يعني ما في ضحايا بعد ما انحسمت الداش، يعني لحد هلا بعد حنا عطمة هون وعم نجيب بضاعة لنضوي. نعم. في شيء بعد هلا عم يفقع. سيد عامر، هل أحد لاحظ السيارة التي انفجرت؟ هل هناك بعض شهود عيان ممن لاحظوا هذه السيارة أم ليس هنالك من تفاصيل حتى الساعة؟ لحد هلا بعد ما بين معنا شيء، لحد لقيتها. نعم، وعلى بعد حوالي 200 متر من مدرسة المبرات، أليس كذلك؟ يعني أكثر شوي، في مدرسة كمان، في مدرسة ثانية على المفرق هو ذاته اللي طلع فيها الانفجار، يعني في مدرسة الرسمية الحكومة الرسمية كمان، هاي على المفرق نفس المفرق بعيدة، هاي أقرب يعني، هاي فيها شي 100 متر 150 متر. نعم. يلا يلا يلا. إذن عامر بليبل، شكرا لك على هذه المعلومات. وكما سبق وذكرنا، إذن هذا الانفجار وقع عند نقطة هي تشكل مفرق مستشفى البتول قرب محطة الأيتام في الهرمل، على بعد 200 متر أو أكثر من مدرسة المبرات. إشارة إلى أنه المسؤول عن مدرسة المبرات حيدر جوهري طمأن عبر قناة الجديد وفي اتصال مباشر على الهواء، طمأن إلى أن كل الأطفال الموجودين في مدرسة المبرات هم بخير. هلا يبعوا خزينات البنزين بعدهم بالطرمبة. إذن أيضا نسمع أيضا هناك من يقول أنه متخوف من إمكانية اشتعال أو انفجار خزانات البنزين في المحطة. هلا يبعوا خزانات البنزين بعدهم بالطرمبة. إذن هنالك خوف من تمدد النيران إلى خزانات الوقود الموجودة